بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنعمل مشهد صغير. بيت دارت تكلم ابوها تقول له انا جاتني فرصه ودار اقدم للسينما. نشوف المشهد ده في شكل مسرح رجل واحد يعني، ولا ما اشرح لكم، عملها طوالي. هيا بيت دارت تقول شنو؟ ليكي ساعة واقفة. قلت ليكي جاكي خطيب؟ قلت لي هي إيه. جاكي عريس؟ قلت لي هي إيه. شالوكي في جامعة تانية؟ قلت لي هي إيه. أنت موضوعك بالضبط شنو؟ ساعة بالضبط أنت واقفة لا قادرة تنظمي لا قادرة شنو؟ قولي لي يا بنت ما تتعبيني، أنا عندي مواضيع كثيرة، دار أشوف لكم النجنة الكسرة تاكلوا وتشربوا. والله يا ابوي بصراحه كده يعني جاتنا فرصه كده بتاع انه امشي ادرس في برا، يعني ادرس سينما عشان اكون معده ولا مخرجه ولا مؤلفه بتاعه سينما، والمراه من حقها يعني تمارس هذا المجال، وانت من صغير يعني اديتنا الديمقراطيه، قلت لنا يا اخي الزول ده يعمل موهبه تعملها، عشان كده يا بابا انا جيت عشان اقول لك الكلام ده. سينما؟ لا اله الا الله، الله ينعلك الله ينعلك يا خاصي، دارت تمثلي في السينما؟ وانت علاقتك بالسينما شنو؟ ها؟ خلاص يعني من الدراما اللي عندكم؟ كده ما سووا لنا دراماتكم اللي بتيجي جارين فيها دي؟ كل دراما جارين فر 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 فر. قال قبلت السينما. شوفي يا بنت والله والله ابوي اللي هو جدك لو سمع بالكلام ده كان شخ ضبحك وش سلخني. ها؟ اوعك تقولي كلام زي ده، انا ما عندي كلام فارغ بلا سينما. قال كمان بنت تبقى السينما؟ قال والله بالغتي. ابوي عليك الله يا ابوي دي رغبتي. بعدين تتذكر يا ابوي زمان السينما اللي كنتوا بتمشوها؟ تتذكروا تمشوا السينما تحضروا الافلام الهنديه لما سكتوا امي؟ كنت براك قاعد تحكي لنا سينما برامبل وكولوزيوم ومدرمان والوطنيه، صح؟ السينمات دي كلها قلت ليه؟ لانه الديجيتال والساتلايت والواتساب والموبايلات دي قللت من انتاجها، لكن احنا لازم من حقنا نمارس المجال ده، ليه؟ عشان المراه من حقها تقوم تنقل الاسره المحليه للاسره العالميه، انا لو بقيت مخرجه ولا معده بقوم بنقل المراه السودانيه وطريقتها في التربيه والتنشئه والسلوك، والحياه ماشيه في متاعها يا ابوي، انت براك افترض تفهم الكلام ده عشان ما تبقى قمعي. يا سلام، هو الكلام كده يعني؟ خلاص يا بنتي امشي ابقي مخرجه، ان شاء الله تبقي لنا زي ساره يا الله. شوفي يا بنت انا موافق، بس بشرط الفيلم اللي بتنتجوه لو فيه حبيب وحبيبه تجوني انا عشان اقولك للحبيبه من بعيد. نهي رجاء كوتي 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 كوتي، لو فيها دي انا اول زول معاكم مع السينما السودانيه.